ما تنسيش انك ليكي ابن هناك ديرون ممكن يكون مفيد. مين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تقليدنا القديم الجديد بمراجعة حلقات معينة من المسلسلات الكبرى اللي في حياتنا كلها ما عدناش على عدد كبير قوي منها، ولكن دوت بكل تأكيد واحد منها. ودي مناسبة جيدة جدا ان انا اقول لكم فيها كل سنة وانتم طيبين بمناسبة بدء الموسم الثاني من مسلسل House of the Dragon، وهو بدأ الأسبوع الماضي بالحلقة الأولى اللي للأسف انا ما كنتش متاح علشان ادي انطباعات عنها، كنت مسافر، ولكن شاهدتها يعني شاهدتها في الطيارة وانا مسافر ما قدرتش استنى. طبعا طبعا في حلقات المناقشة اللي بنعملها عن كل حلقة بشكل منفصل ديت احنا بنتكلم بحرية حرق تامة، فاعتبروا نفسكم انكم تم تحذيركم. والحلقة ديت انا عاوز اركز فيها على انطباعاتي على الحلقة التانية، ولكن برضو علشان تبقى الدنيا ماشية عندنا كده من قياس لكل حاجة عاوز اتكلم برضو عن الحلقة الاولى سريعا. والحلقة الاولى من المسلسل عجبتني جدا جدا جدا، ممكن تكون اعلى شوية صغيرة من المتوسط الطبيعي بتاع تقييم الموسم الاول كله. عجبني فيها درجة الرشاقة والسلاسة في ازاي نذكر المشاهد بكل الاحداث من داخل الاحداث اللي احنا بنطرحها جديدة، ومن غير ما نفكر للحظة ان احنا نقول عليها اكسبوزيشن. جماعة انا دخلت على الموسم الثاني بمنتهى الامانة فاكر بتاع 40-45% من الموسم الاول، ولا اتفرجت على ريكابس ولا قريت حاجة ولا عملت اي استعدادات من اي نوع بشكل استثنائي للموسم الجديد. ولما بدأنا الموسم الجديد بدأنا برضو من غير ريكابس ومن غير اكسبوزيشن سينز اللي هي المشاهد بتاعه طرح الخلفيات اللي انا ما بحبهاش، وبدانا على طول باحداث واحداث ثقيله جدا كمان، ومع ذلك درجه توهاني. طبعا هبقى مبالغ قوي لو قلت صفر، طبعا في شويه توهان، ولكن لا عرفت اتفرج وعرفت اتابع وعرفت افتكر وانا بتفرج، وده شيء مهم جدا. عجبني جدا كمان استدعاء ثيمز دراميه ثقيله جدا. جماعه لما في اي عمل درامي عبر التاريخ بينجح ان هو يوصل لمرحله فاصله نقدم فيها حاجه على هذا المستوى من الثقل بتذكر كانها حادثة تاريخية هتفضل موجودة في الذاكرة للأبد، زي طبعا نهاية الحلقة الأولى من الموسم الثاني والحالة الدرامية الفريدة جدا اللي تسمى بسوفيس تشويس اللي قابلناها، مشهد النجاح النسبي لمخطط ديمون تارجيريان بأنه يبعت قتلة للقصر الملكي علشان يقتص لابن رينيرا، واللي وصل بهيلينا تارجيريان لأنها تضطر تختار ما بين ولادها. ده ذكرني جدا طبعا بميرل ستريب من سوفيس تشويس، والمشهد كان صادم وقاتم جدا بكل تفاصيله، ولكن هي دي الدراما. من الحاجات القليلة اللي كان عندي تحفظات عليها في الحلقة الأولى من الموسم الثاني هي رسم كتير من الشخصيات بأن ليها الوشين، الوش الكويس والوش الوحش، وعلى رأسهم طبعا الملك إيجون اللي شفنا له جانب بيتعاطف مع الشعب وبيحبهم وبيعطف عليهم ونفسه يديهم وحاجات زي كده. طبعا ده على مستوى الحقيقة، على مستوى الواقع شيء رائع جدا، هو دوت الأقرب للصورة الحقيقية بتاعت البشر اللي احنا نحب نفهمها، ان مفيش بني آدم في الدنيا أبيض بس وأسود بس، الناس كلها عندها الرمادي، بس ده الواقع مش الدراما. في الدراما احنا محتاجين نقدم حزبة من المبادئ لكل الشخصيات مهما كانت درجة تعقيدها، ولكن لازم بوصلتها تكون ميلة اكتر ناحية الخير او ناحية الشر، وإلا انا كمشاهد مش هلاقي جانب اتعاطف معاه او احبه او ارتبط معاه وانا بتفرج. اتمنى دي ما تكونش ثيم مقصودة ونكمل عليها ونتجاوزها. المهم مش عاوز ادخل في تفاصيل اكتر من كده في الحلقة الاولانية، انا تقييمي ليها 8.5 من 10. ودلوقتي خلونا نخش في الحلقة التانية اللي اتصور انها الاطول في المسلسل حتى الان، وانا مش عارف رغم ان هي المفروض معلنة الازمنة بتاعت الحلقات بتاعت الموسم بالكامل اذا كانت دي هتبقى اطول حلقة في المسلسل بشكل عام بالموسم الاول والتاني، ولا في حلقات تانية هتتفوق عليها. واظن دي من المؤشرات الواضحة جدا بالنسبة لي انا على نجاح الحلقة ديت، اللي على الرغم من طول احداثها سايباني عايز اكتر، ما حسيتش باي زهق، ما حسيتش باي ملل، ما حسيتش بان في اي مشهد كان فيلر حاجة كده تملى وخلاص، يمكن مشهد او اتنين عابرين، ولكن حتى دول هيتم البناء عليهم في المستقبل. وعلى مستوى الاشكال الدرامية اللي بقول لكم الناس بتقعد سنين تبني لها، لو كانت الحلقة الأولانية فيها حدث منهم الحلقة دي فيها 4 أو 5 تقريبا. انا هعدي معاكم كده على الاحداث بتاعت الحلقه ونعدهم مع بعض. حلقه مرضيه جدا بالنسبه لي كمشاهد، مليانه احداث فيها تضحيات كبيره لاسماء كبيره كانت معانا جوه الموسم الاولاني. اتصور ان تقييمها عندي هيرتفع كمان عن تقييم الحلقه الاولانيه، بس خلوني كده استعيد معاكم الاحداث حته حته لغايه لما نوصل للاستخلاص ده لوحده، ما نبقاش بنفرصه كده على الحلقه. عنوان الحلقه هو رينيرا ذا كرول، رينيرا القاسيه، وده اسم بيرمي بشكل مباشر على المخطط بتاع
اوتو هاي تاور لطريقه رسم شخصيه رينيرا امام العامه، والعامه دول بقى موضوع مهم جدا 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 بالنسبه لي انا عاوز اتكلم عنه في الحلقه دي. قبل ما نخش في الاحداث انا ما قلتش تعقيبي على المقدمه الجديده، رائعه مليانه قصص واحداث وتاريخ، وطبعا الناس اللي قاريه الكتب شرحت لنا حاجات جميله في الموضوع ده، وحتى الناس اللي مشاهده المسلسل معانا شافت تمثيل كتير لعدد كبير من الاحداث والمشاهد اللي احنا بنحبها. بس انا اللي عجبني اكتر الطريقه الفنيه بتاعت التقديم، ان دي زي ما تكون لوحه مغزوله بالشغل بتاع التطريز والحاجات دي. وهنا في اشاره مهمه جدا لان النشاط دوت نشاط ملكي ونسائي، واحنا الصراع الرئيسي بتاعنا صراع نسائي طبعا بكل تاكيد، فاحنا بنتكلم على امراتين في الامور الطبيعيه بتاعت اي مملكه المفروض يكونوا مشغولين بالاعمال بتاعت التطريز والحاجات الانشطه النسائيه ديت، ولكن هم دلوقتي بيرسموا اللوحات اللي بتحدد مصير البشر، لوحات فيها عنف وفيها دمويه وفيها خيانه وفيها تضحيه. انا مبسوط. لقطتي المفضله في الانترو هي الخاصه بالتنينين اللي ما بينهم ممالك بتضيع وبشر بتموت وملك بيسقط وامور زي ديت، هي الاكثر تعبيرا اكثر واحده دخلت دماغي. الحلقه بتاعتنا بتبتدي بمظاهر الهلع والذعر المنتشره في القصر بعد اكتشاف اللي حصل، مقتل الوريث بتاع الملك، عمليه خيانه وصلت لغايه اوض النوم بتاعه الامراء، ودوت شيء مخيف جدا ومرعب جدا، وممكن نشوفه كمان على الوش بتاع الشخصيات الخدم والمساعدين اللي جوه القصر، انهم بقوا مفاهمين ان ده ممكن يؤدي لطيران رقابهم هم شخصيا. بنروح بعد كده لايجون وبنشوفه في حاله ثوره وجنون تام مبررين بكل تاكيد، ودوت يمكن يكون بيرسم حاله الكونتراست او التباين في الشكل المتوقع لعلاقته بالعامه بالبشر، لانه زي ما شفنا المره اللي فاتت لعبنا شويه على وتر الحساسيه والحنان والطيبه اللي ممكن يكون موجود في جانب منه، ولكن في حاله الاعتداء عليه في حاله احساسه بالخطر اظن دي كانت مقدمه للي شفناه منه بعد كده جوه الحلقه. رحنا بعد كده شفنا ايمند وطريقه تحقيقه في اللي حصل، والصراحه اللقطه ديت انا ما فهمتهاش اول مره شفتها، وبعدين لما شفناه بيظهر مره اخرى في نهايه الحلقه وبيقدم حاجه مهمه جدا جدا، فهمت بقى انه كان بيدور على اصل الحكايه ومنبع الخيانه ومسك الخيط الاول اللي وصله في النهايه لديمن. بعد كده بنروح لمشهد بيتكرر مره اخرى في نهايه الحلقه للقاء اوتو هاي تاور ببنته، وهنا في نقطه مهمه قوي وهو احساس اليسن بانها بالفعل خائنه وانها اذنبت وانها خطت القانون الخاص بتاعها هي الخاص بالعفة والشرف والأمور اللي زي دي، وبصراحة دي حاجة أنا ما كنتش قاريها قوي في تفاصيل شخصيتها في الموسم الأول، كنت حاسس إن مشكلتها الوحيدة بس في نقطة النسب المختلط اللي عملته رينيرا، بس طلع الموضوع مأثر عليها فعلا وإنها فعلا انساقت للرذيلة رغم إنها ما كانتش حابة ده، فلكل الناس اللي كانت شايفة إن ده بيعني أن الثوب الناصع لأليسن تم تلطيخه بدماء الخيانة، انتوا معاكم حق. في مشهدها مع ابوها بنشوفه وهو بيحاول يلتقط اي فائده ممكن تسقط من هذه الحادثه الماساويه، رجل سياسه في المقام الاول بيفكر دايما بمقاييس الفوائد والاضرار، زي ما في ضرر وماساه حلت على العائله في فائده كبيره جدا ممكن تنتج عن ذلك، وهو رسم رينيرا امام الشعب زي ما تكون وحش وكسب تاييدهم، ودي بقى النقطه المهمه قوي اللي كنت عاوز اتكلم عليها، الشعب، من امتى داخل عالم جيم اوف ثرونز الشعب اصلا كان مهم؟ في الموسم الاول بشكل عام احنا كنا بنعدي عليهم زي ما يكونوا كومبارسات، نجيبهم كده ونوديهم كده، لا تأييدهم بيفرق ولا غضبهم بيفرق، فهل دي مقدمة لأن في الموسم ده هنتخطى دي ونقدم صورة واقعية أكتر؟ تأييد الشعب وغضب الشعب ومشاعر الشعب تجاه حكامه بيفرقوا؟ في حاجات كتير بتدعم ده زي برضو بيت الحداد اللي زورناه داخل الأحداث مرة أخرى، طبعًا ده لو تم المحافظة عليه وتم الاستمرار معاه هيكون من الحاجات الرائعة اللي ممكن تساعد المسلسل ده في إنه يبقى عنده نقاط يتفوق بيها على جيم أوف ثرونز. وطبعا لو أليسنت حست بمقدار قد كده من الذنب على الرذيله اللي انساقت ليها، فطبعا احنا فاهمين الفنان كريم فهمي الملقب بكريستون كول عمل ايه؟ انا كنت متوقع ان هو هينتحر ونخلص. طبعا حاسس بالذنب وحاسس بالتقصير وحاسس بتلطيخ الثوب اللي معرفش ماله بالهباب اللي معرفش حصل له ايه، وغضب الملك وثورته عليه بتزيد الموضوع اكتر واكتر. في المجلس الملكي بنقابل مره اخرى النسخه الثائره جدا من الملك ايجون واللي بيحاول اوتو هاي تاور والاصوات العقلانيه داخل المجلس ان هي تحتويها شويتين لمحاوله مراقبه الفائده اللي ممكن تحل من هذه المصيبه، والقرار اللي بيوصل له اوتو هاي تاور هو القرار بتاع الجنازه. من الواضح طبعا جدا ان الكلام ده مش داخل دماغ ايجون وانه بيدور اكتر على التصرف الانتقامي، بدليل ان لما لارس دخل عليهم وقال لهم انه تم القبض بالفعل على واحد من اللي ارتكبوا الجريمه، اول رد فعل ليه عنده طب تمام هاتوا عشان اشفيه، والاخرين طبعا بيهدوا الجو وبيقولوا لا لازم نقرره الاول، ودي حاجه انا كنت خايف منها قوي على مستوى المحتوى، بس
عموما حتة اللعب على ان ايه جون في حالة هياج شديد جدا ممكن توصله لاقصى درجات الشر، وانه بيتم تكتيفه وتكبيله من اللي حواليه باصوات العقل لاقصى درجة ممكنة، تيمة مهمة جدا اتطورت معانا بشكل تدريجي رائع جدا لغاية لما طبعا انفجرت في نهاية الحلقة. مشهد الجنازة طبعا رائع جدا بكل تفاصيله، وان كنت توقعت فيه موسيقى تصويرية اسطورية، ولكن عاوز اقول ان طبيعة الموسيقى اللي افتتحنا بها الحلقة ممكن تكون كانت افضل من الموسيقى بتاعت المشهد ده. التفاصيل بتاعت بناء الجنازة نفسها بوجود الملكتين على عربية وامامهم الجسد اللي تم لصقه مرة اخرى، ودي تفصيلة مروعة طبعا، وشكل التفاعل في العلاقة ما بين الاسرة المالكة وما بين الشعب اللي زي ما بقول كمان مرة ده وتر مهم جدا ورائع جدا لو تم استكماله. عواطف حقيقية من افراد الشعب وحالة عدم ارتياح واضحة جدا على هيلينا. زوايا تصوير هايلة لكيفية متابعة اهل البلد للمسار بتاع الجنازة والتعثر بتاعها في مرحلة من المراحل وردود افعالهم. والمشهد الموازي اللي كنا بننتقل له كل شوية هي عملية استجواب المجرم، اللي زي ما قلت من شوية كده انا كنت خايف من محتواها لانه كان ممكن يبقى محتوى انتقامي سادي دموي وكنت قلقان جدا من ده. بس مش عارف هل المسلسل دوت حنين شويتين، برضو الموسم الاولاني ما كانش فيه حاجات كتير قوي مخيفه يعني، والمره دي مفيش. الراجل حتى نفسه وهو متوقع الاسوأ دخل عليه الملك هوبا وخلصنا. موضوع عواطف هيلينا وطريقه تفاعلها مع الشعب دي برضو حاجه ممكن يكون بيتم البناء لشيء كبير فيها، خصوصا وان احنا ما زلنا امام لغز من الحلقه الاولى. هي ليه سلمت الوريث بالسهوله ديت؟ طبعا مش لدرجه سهوله، هي اكيد كانت متردده واكيد كانت امام اصعب قرار في حياتها، ولكن في النهايه ما حاولتش تخادع. هل دي حاجة ممكن نفهم حقيقتها في المستقبل؟ وإن كانت سهل نتوقعها شوية أدينا هنشوف، بس أتمنى أن احنا نقضي وقت أكتر مع هيلينا ونتعمق معها أكتر، خصوصا وإن موضوع النبوءات بتاعتها دوت أنا لا أتمنى أنه يتوقف عند أنها بس بتبلغ المشاهد بينما اللي حواليهم نفسهم مش مهتمين. بننتقل بعد كده لدراجون ستون، بنشوف المجلس بتاع المملكة الموازية وبنشوف على ترابيزته نجاح مخطط أوتو هاي تاور لدرجة مبهرة. رينيرا طبعا بتعبر عن استسخافها للاتهام اللي موجه ليها، بينما اللي حواليها على الترابيزة مجلسها شاكك فيها. عندنا نظرة أسطورية من رينس لديمن اللي قاعد عامل نفسه مش من هنا، بينما هي أرية من الأول المصيبة دي كلها من تحت دماغ مين. وبننتقل بعد كده لاجتماع أصغر شوية ما بين رينيرا وما بين ديمن، بيتم فيه تبادل الاتهامات بشكل مباشر وبيعترف فيه برضو بشكل مباشر بدوره في الموضوع، وأنا عجبني ده على مستوى السيناريو لأن العملية ما كانتش ناقصة تعقيد آخر بأنه ينكر. هو طبعا ما اعترفش بالكامل، هو أنكر جزء معين وهو أنه تقريبا قال أي حد يجي في إيدك هاته والسلام. عجبني جدا تمثيل إيما دارسي في المشهد ده، لأنها رغم غضبها العارم وسخطها الواضح واتهاماتها اللي عايزة توصل لقرار في النهاية بإبعاد ديمن من حواليها، ولكنها مش قادرة تخبي إنها خايفة منه، وبتحاول تخبي إحساسها بالخوف ده تحت تعبير انعدام الثقة، وهو بيصمم أكتر من مرة على إعادة حقن العامل ده سواء فيها أو في أبوها المتوفي، ولكنها في النهاية فعلا بتنجح في انتزاع القرار اللي هي عايزاه بإبعاده في الوقت الحالي. عندنا بعد كده عدد من التتابعات اللي بترسخ عدد من المشاعر اللي احنا تقريبا عارفينها او متوقعينها. الشرخ الاكبر والاكبر في العلاقة بتاعت هيلينا وإيجون، اقتراب بيلا ترجيريان اكتر واكتر من دوائر الثقة بتاعت رينيرا، شعور الخزي والعار الخاص بأليسنت وعكسه اكتر واكتر على كريستون كول زي ما يكون البي ناقص اصلا، واللي بيدفعه انه اخيرا يحيك خطة، لا ومش اي خطة، خطة لاغتيال رينيرا بالاستعانة بمين يا بالحاج؟ جيروم وكيفن برينس بودينج، الاخوة إريك وأريك، واحد منهم هنا واحد منهم هناك، هو راح للي عنده وبيحاول يلعب في دماغه. من الاخر زي ما أليسنت عكست عليه شعورها بالخزي والعار، هو رخر بيعكس عليه شعوره بالخزي والعار. وبجد بجد مش هروح ادور، انا معرفش ده إريك ولا أريك، مش فارق معايا، والحمد لله في نهاية الحلقة بنعرف انه فعلا مش مهم خلاص. خطة كريستون كول بتستفيد من اللي انا شخصيا متلخبط فيه من ساعة لما الشخصيتين دول ظهروا، ليه الاثنين نفس الاسم وليه الاثنين نفس الشكل وليه الاثنين لازم يكونوا توأم؟ قالك بقى نستغل الكلام ده كله وتروح دراجون ستون وتتسلل ما بين الخطوط وتوصل للملكة وتقتلها. طبعا عنصر القياس الزمني للأحداث رايح في داهية، الناس بتسافر هوبا بتنزل في الورم هول تطلع الناحية التانية على طول. المهم مشهد المواجهة ما بين كريستون كول وإريك أو أريك زي ما اتفقنا مش مهم، اتبنى كويس جدا وتصاعد كويس جدا ووصل في النهاية لإقناع المشاهد باللي صعب جدا يقتنع بيه، إن فعلا إريك أو أريك شعوره بالعار يصل بيه لأن هو ياخد المخاطرة دي، وثانيا إن الاتنين مع بعض يشوفوا انها فعلا خطة كويسة. وطبعا الثيم الخاصة بالاخوين
الوان التوأم واستغلال الشبه ما بينهم في تبادل الاماكن والحاجات اللي زي دي من الثيمز الدراميه المعتاده، واللي لما بتتعمل بشكل كويس بتبقى تاريخيه زي ما قلنا. فدي واحده من الثيمز اللي بيتم استخدامها في الحلقه دي بشكل فعال، واعتقد انه ناجح فوق مستوى التوقع المنطقي، اولا لان المشاهد بيقتنع باقتناع الشخصيات بيها، وثانيا لان في صوت عقل موجود على الجانب الاخر بيعبر عن قد ايه اللي تم ده كله سخيف. وانا هنا اقصد اوتو هاي تاور طبعا. بيلا وجيسيرس مشهد ممكن يتقال عليه فيلر، ممكن يكون تاكيد على المشاعر مره اخرى، وبنى كوبري صغير كده لما عبر جيسيرس عن قد ايه هو مفتقد اخوه الصغير للمشهد اللي جاي بعد كده واللي في تقدير الشخصي مهم جدا. مشهد التعمق في العقد النفسيه اللي موجوده عند ايموند، بنفهم الاول هو ازاي نجا من عمليه الاغتيال، لانه بالفعل ما كانش موجود في القصر لانه كان سهران مع الفنانة شويكار. ده فور كونتكست، يعني الدور ده اللي هو دور فتاة الليل كبيرة السن ديت كان دايما عندنا في السينما المصرية بتلعبه شويكار، وطبعا سنها وطبيعتها وشكلها وطريقة احتضانها ليه بتبعت رسائل كتير جدا، انه على ما يبدو مفتقد لشخصية الام في حياته، وده لو اتبنى عليه اكتر من كده اكيد هيكون فيه مواجهات مثيرة جدا للاهتمام مع أليسنت. كمان اثناء المشهد دوت بنقدم الاعتراف اللي احنا كنا فاهمينه من نهاية الموسم اللي فات، ان مقتل لوك كان حادثة. المرة دي ممكن يكون بياخد مسؤولية اكبر شوية عنه، انه ممكن يكون نتيجة النرفزة بتاعته، مش بس ان التنين بتاعه اخد قرار من دماغه. وزي ما قلنا بنفهم اكتر مشهد التحقيق اللي في البداية، وليه ايمن بيحس بالفخر في ان ديمن قصد يغتاله، وان ده بيعبر عن احترامه ليه وخوفه منه. ودي خصومة رائعة برضو على المستوى الدرامي، ولو تم البناء عليها ممكن تؤدي لحاجات ممتازة. اعادة تأكيد مرة اخرى على ان المرة دي ممكن نكون مهتمين فعلا بالنبض بتاع الشارع وبتاع الشعب. لما دخلنا بيت الحداد زي ما قلت وشفنا الوضع الاقتصادي مأثر على الناس ازاي، هنا الصورة بتكتمل يا جماعة، هنا الصورة بتكون اشمل. بعد كده المسلسل بيقرر انه يعرفنا على شخصية آلن واخوه آدم، وآلن دوت كنا تعرفنا عليه بشكل مبدئي في الحلقة الاولى بصفته احد افراد طاقم كورليس فيلاريون والمسؤول عن انقاذ حياته. بنشوف مشهد وحوار بيعبر عن ترفعه عن ارتقاء درجات السلطة بالتقرب اكتر واكتر من كورليس، واكيد دوت هيتبني عليه حاجات في المستقبل. كورليس ورينس من الثنائيات المفضلة عندي، ومشاهدهم مع بعض المنفردة زي ما عبرت عنها وانا بتكلم عن الموسم الاول تقدر تقول انها الحقيقة المجردة. ممكن تعتبرهم كابتن مدحت شلبي وكابتن حسن المستكاوي قاعدين مع بعض في الاستوديو بيحللوا اللي بيحصل، ومن ان احنا نتأكد انهم لما بيكونوا لوحدهم بيعملوا حاجات تانية غير انهم يتكلموا. حتة فورشادوينج سريعة كده من على صفحات كتاب بتسبق اللقاء ما بين رينيرا وميساريا، وهو مشهد حلو وحوار متميز بيعبر برضو عن العلاقة اكتر واكتر ما بين الحكام وما بين الشعب. بنعرف فيه شوية عن تاريخ ميساريا، وبيؤدي لنتائج مفيدة في المشاهد اللي بعد كده. وبعد ان ظن الجميع ان ايجون تم احتوائه بيقدم على تصرف دموي وسادي جدا، الرجل اللي كان بيقرره قال ان اللي كان معاه من صيادين الفران راح لمم كل صيادين الفران واعدمهم وعلقهم عشان يبقوا عبرة، مش فاهم لمين بالظبط. بس المهم ان ده ادى لواحد من اجمل المشاهد في المسلسل عبر موسمه الاول والتاني لحد دلوقتي، مشهد المواجهه ما بين اوتو هايتاور وما بين ايجون، والفنان كريم فهمي كان واقف وراهم بيتفرج. اوتو بيخرج عن وقاره في التعامل مع الملك وبيوجه له اتهامات بالتسرع والغباء والرعونه وعدد كبير من الكلمات اللي اول مره في حياتي اسمعها في اللغه الانجليزيه. قال له انت فوسفاستاس ان بريتيكاس ان كرستبوتس ان ايه الحاجات دي، وانا كملك المفروض اسكت لك ازاي على الكلام اللي انت بتقوله دوت رغم ان انا مش فاهمه. حسيت ان هو ممكن يعمل واحده كلاسيكيه مصريه، بص انا مش فاهم حاجه من اللي انت بتقولها بس احتياطي يعني. مشهد عظيم في انتقال مشاعر المشاهد وهو بيتفرج على التبادلات اللي بينهم، لان في اوقات تخوف واوقات تؤثر واوقات توتر واوقات تضحك. لما الملك بيقوله على الاقل سير كريم فهمي خد قرار، والتاني راح باصص في السقف هببت انت راخر. وطبعا المشهد بينتهي باقاله المدير الفني لمملكه كينجز لاندنج اوتو هاي تاور وتعيين كابتن كريم فهمي مكانه بشكل مؤقت، لان اعتقد بعد ما الخطه بتاعته بتفشل هنسحب منه الشاره هو راخر. اللي اتمناه جدا هو ان دخول الشعب على الخط ما يكونش هدفه فقط انه ينتهي بنهاية المشهد ده، ان هو يؤدي للثورة العارمة بتاعت اوتو هاي تاور مما يؤدي لاستبعاده من دوره. اتمنى ان دي حاجة تكمل معانا. رينيرا بعد كده بتغير موقفها من ميساريا، ولو في سبب واضح لتغيير الموقف دوت فانا للأسف مش فاهمه، بس المهم ان هو بيؤدي بعد كده لواحدة من اعظم الصدف في المسلسل. ميساريا وهي رايحة تركب المركب قابلت اريك وهو داخل على كينجز لاندنج. يعني احنا بنساعد كتير وبنطبل كتير وبن
بنعمل حاجات كتير قوي، بس فندم يعني لما تقدم لي صدفه مسلسل ليالي الحلميه ما عملهاش يبقى يعني لازم نقول معلش. مشهد حلو، وتعبير الاخوين عن مشاعرهم لبعض حلو جدا، تفاصيل القتال كذلك بان في مهاجم وفي مدافع وفي مرمى بنحاول نسجل فيه شكلها جديد، وبينتهي على واحده من الثيمز التاريخيه دراميا كذلك، السلاح اللي بيقتل واحد من الطرفين واحنا ما نعرفش مين اللي انتصر ومين اللي اتهزم، وحتى لو عرفنا مين اللي انتصر ومين اللي اتهزم مش هنعرف هما مين في الاثنين برضه. ولكن إريك او إريك بيريحنا بعد ما بينجح في انه يقتل إريك او إريك وبينتحر هو كمان علشان نخلص من الموال ده كله خالص. المشكله بقى ان مفيش حد يعرف الدور اللي لعبته ميساريا في ذلك الا إريك او إريك اللي قتل إريك او إريك، فهنعرف منين بقى ان هي عملت حاجه مفيده لرينيرا؟ ممكن يكون واحد من الاسرار اللي هتفضل ما بين الشخصيات والمشاهد، ودي حاجه برضه متكرره داخل هذا المسلسل وانا حقيقي مبسوط منها مش متضايق. في لقطه عابره عجبتني جدا في دراجون ستون لما شفنا الناس وهي بتغير الليدات بتاعت الخريطه الحراريه بتاعت البتاع. ومع اقترابنا من خط النهايه للحلقه الثانيه بنشوف المواجهه الثانيه ما بين الاب وبنته اوتو هاي تاور واليسنت، وهما بيحاولوا يستعيدوا امكانيه انتصار ما تبقى من صوت العقل. والمشهد ده فيه نقطه انا اشك ان المقصود منها من انها تبقى كوميديه، بس انا ضحكت الصراحه لما قالت له ابي انا ارتكبت الخطيئه، قال لها وحياه امك ما عايز اعرف، اللي هو انت مش شايفه اللي حصل فيا؟ انا رئيس الاتحاد اقلني امام المدرب العام، خلي عند امك دم بقى يا شيخ. وودعها بقى وقال لها انا هروح اول تاون بقى انقذ ما يمكن انقاذه وقوي اسم بيتنا، وما تنسيش انك ليكي ابن هناك ديرون ممكن يكون مفيد. مين مين اللي وعديت عليه عادي كده ازاي؟ انا في اللحظه دي ابتديت اشك هو انا اللي نسيت دوت ولا ايه؟ لا هم كانوا ثلاثه، الرابع ده جه منين يا هانم؟ انت ايه حكايتك؟ طبعا انا رحت قريت عن الموضوع ما قعدتش كده لحسن اكون انا اللي ناسي فعلا ولا حاجه. فقال لك بقى ده الابن الاصغر منها ومن الملك، الحمد لله فيش حاجه يا جماعه فيش حاجه فيش حاجه، وانه راح اول تاون عشان يتعلم بقى اصول الحكمه والبطيخ وما اعرفش ايه والحاجات دي، وانه عنده دراجون هو كمان، وانه هو اتولد في واحده من القفزات الزمنيه بتاعت الموسم الاولاني. عشان لما كنت بقول لكم القفزات الزمنيه ديت فيها قفزات ممكن تؤدي الحق، وانتوا برضو كنتوا بتقولوا يلا ما علينا. اليسن بعد كده بتروح للملك بتلاقيه منغمس في بئر الاحزان، فبترجع لاوضتها وبتنغمس في بئر الرذيله مع كريستون كول. في واحده من الثيمز الدراميه المهمه برضو بتاعت العنف اللي بيؤدي الى حب وشغل الملح ده اللي هي احبك اكرهك اسيبك انا الكلام ده، اللي هي دخلت صدغت له متقمصه لدور الفنان عمرو دياب، وبعد ما ضربته الاقلام ديت كلها لقيته لسه صامد قدامها، قالت خلاص مفيش حاجه تانية تتعمل هنعمل ايه يعني، وكل ده بس عشان قادها لطريق الخطيئه. امال لما تعرفي عمل ايه في الاثنين إريك او إريك هتقولي ايه؟ بعد ما عديت على احداث الحلقه كلها، لا لسه عند كلامي، الحلقه ديت احلى من الاولى كمان رغم ان انا حقيقي كنت مبسوط جدا بالاولى. شويه مشاكل سفر بالزمن على صدفه مش شيك الصراحه، على اقل القليل من مشاهد الفيلرز، يعني انا هوصل بيها لنفس التقييم برضو 8.5/10، لكن حقيقي تقبلي ليها وانبهاري بالاحداث اللي فيها بالقياس لزمنها ممتاز. دي انطباعاتي وده رأيي وده تقييمي، يهمني جدا اعرف انطباعاتكم ورأيكم وتقييمكم ومعلوماتكم ورؤيتكم والحاجات اللي انتم مختلفين فيها معايا والحاجات اللي انتم شايفين ان انا فهمتها غلط، احب جدا اشوف ده كله في التعليقات. الف شكر لحضراتكم على المشاهده، يا ريت تعملوا شير ولايك للحلقه لو عجبتكم، اشتركوا في القناه وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول، تابعوني على فيسبوك وانستجرام وتيك توك، كان في حاجه كمان نسيتها، واكس ايوه بس كده. اشوفكم الاسبوع اللي جاي، باي باي.